شفت حد يحب ريحة الكوارع وهي بتتسلق؟ رهيبة رهيبة. بصوا بقى الشوربة عاملة ازاي، واخدين بالكم؟ ولسه ولسه اتفرجوا عليها بقى لما نطشها ونحطها بقى في ايه، في كوبايات، ها، ونشربها. الكوبايات دي يا جماعة بتتقدم في الاماكن اللي هي بقى المصامت بقى، مصمت ومش عارف ايه. طبعا في اماكن مشهورة جدا بتعمل الكوارع بتعملها صح، وفي اماكن المفروض ان هي بفكر ان هي نفسها بتعملها صح. وعايزه اقول لكم ممكن تكون اسوأ تجربه في الحياه ان تشربوا شوربه كوارع من بره. ده بجد الطعم بيكون مختلف تماما عن اللي احنا بنعملها في البيت. احنا بنخدمها، بنغسل الحاجه، بنعرف نعملها، بجد بنعرف نديها حقها. طيب عندي الكوارع بتتسلق زي ما قلت لكم، الكوارع ثروه، الشوربه ثروتين. تعالوا بقى نشكل الكوارع دي، نعملها مثلا طاجن، طاجن بالحمص والصلصه وبصل، تدخل الفرن تتقمر قمره ما حصلتش، تطلع لنا تطلع لنا بقى كده، ها، نكون مجهزين رز ابيض بس جنبها والف هنا وشف. تعالوا نقول المقادير، يلا بينا. عندي هنا ايه علشان اعمل الطاجن الكوارع بالصلصه والحمص؟ عندي الكارع اللي خلاص سلقناه، واحد او اتنين براحتك خالص. عندي بقى زيت وزبده، خلاص. عندي كمان بصل مفروم، ثوم، فنجان صغير كده من الخل، وعصير الليمون، ملح وفلفل اسود وكاري وزعتر ورشه قرفه وسبع بهارات وكمون وبابريكا وكمان رشه حبهان. وعندي كوبايتين حمص، ممكن الحمص ده وممكن حمص الطبيخ، والحمص ده بيبقى طعمه حلو جدا، ممكن حمص الطبيخ، يعني احنا ايه اختلاف. والله رصه الاطباق تحفه، اول مره رص اطباق وابقى فرحانه بشكلها كده على الشاشه. طيب وفلفل حار حلقات، وطبعا للتزيين نرمي كده قرنين ثلاثه فلفل ايه ملونين، يعني احمر واخضر على الوش. نقول تاني، نقول تاني، احلى طاجن كوارع بالصلصه والحمص بجد هتعملوه. سلقت الكوارع وبعدين هاخدها، عايزه زيت وزبده وبصل مفروم، وعايزه ثوم مفروم، وعايزه فنجان صغير من الخل، وعصير ليمون، ملح وفلفل اسود، ماشي. عايزه كمان كاري وزعتر جاف ورشه قرفه وسبع بهارات وكمون وبابريكا وعصير طماطم، معلقتين كبار صلصه، كوبايتين حمص، وعندي فلفل حار حلقات، وفلفل احمر واخضر كده على الوش. يلا بينا يلا بينا. اهو نروح بقى حاطينه هنا، ونحط الزبده زي ما اتفقنا، مش هكتر، اهو، وشويه زيت، خلاص. احط ايه بقى عندي؟ البصل والثوم، وادبلهم عادي، واتبلهم يعني يتبلوا ويتبلوا. الزعتر، الكاري، السبع بهارات او البهارات، اللحمه، ورشه الحبهان، ورشة القرفة، بصوا نفحة نفحة كده. انا كده يا جماعة بعمل بيز خطير للصلصة. وبعدين احط بقى الفلفل الاسود والملح والبابريكا، واديها تقليبة. تقليبة حلوة كده زي ما بقول لكم، يدبل معايا شوية. اروح عاملة ايه بقى هنا؟ حطة حمص، سواء ده او زي ما قلتلكوا التاني بتاع الطبيخ، واحط بقى الصلصة، طماطم مضروبة حلوة كده في الخلاط، تقيلة وخطيرة. وعايزين بقى معلقتين كمان صلصة تزود اللون،
ويبصوا بقى الليمون والخل هيفرق، هيفرق جدا جدا. شويه خل كده، حاجه بسيطه، وندي تقليبه معتبره. الله، هتعجبكم قوي. طيب عندي هنا بقى الكوارع بتاعتي الخطيرة اللي استوت، احنا كنا مسويين مسويين شوية كوارع. خلاص طيب هعمل ايه بقى؟ بصوا بقى عاملة ازاي، مرقتها عاملة ازاي. زي ما بقول لكم احنا كنا مسويين نسخة. طيب هعمل ايه؟ هروح بقى واخدة الكوارع من هنا حطاها هنا، بس مش حطاها في الوك، حطاها في الطاجن على طول على طول، بس بعد ما دي كده ايه تبقبق سنه. وتعالوا نحط بقى فيها الفلفل الحار ده اختياري طبعا، مش عايزه اقول لكم يعني بيفرق في طعمها ازاي. بصوا كده اصلا الصلصه تقيله ازاي، بصل كتير، ثوم، حمص، طماطم وفلفل، مش عايزه اقول لكم بتاخدوا بصوا صلصه تقيله، مش صيصه، تقيله تقيله بقى لما تدخل كمان الفرن وتتقل معانا اكتر وتتلف كده حوالين الكوارع. وادعولي لما تجربوها، ادعولي. زي ما بقول لكم احنا ما بنجيبهاش كل يوم، فلازم نعملها ايه بقى ونتمتع بيها ونستمتع بيها. طيب هعمل ايه تاني؟ هقول لكم حالا. هنجيب الطاجن بتاعي اهو، طاجن صينيه. ايه رايكم نكمرها في صينيه؟ استنوا بقى علشان انا ايه الموضوع كبر في دماغي. صينيه الومنيوم، وبصوا بقى يعني البلدي للبلدي بقى، صينيه الالومنيوم دي انا بعشق التسويه بعض الحاجات كده فيها، خلاص بحس كده ان هي بتضيف فعلا للاكل. هعمل ايه؟ هشيل كوارع واحطها في الصينيه الاول اهو. يلا اللي انتوا عايزينه بقى، مش هخلي ولا اي حاجه، احطها كده. شايفين ولا هحرك لكم حاجه؟ كله قدامكم. حلوه قوي، تمام. اعمل ايه بقى؟ اروح ماسكه كل الصلصه الخطيره دي، يلا بقى ننزل عليها كده. واخدين بالكم عملت ايه؟ دخلوا بقى الفرن وادعوا لي. دوقوا كمان الصلصه يا جماعه قبل ما تحطوها على الكوارع، مهم جدا. دوقوها شوفوها عايزه حاجه، لا كده تمام، مش عارف ايه، مهم قوي. نرش بقى رشه زعتر وكمان رشه 7 بهارات كده، ورشه حبهان. انا بتبل دلوقتي ايه كمان معاها الكويره، رشه قرفه بسيطه وفلفل اسود. وبصوا بقى هعمل ايه كمان، ده حاجه مهمه قوي. هاخد بقى كبشتين شوربه كده اهم، واروح حطها كده. معقوله يعني ما احط الشوربه هنا؟ لا ازاي، ده مهم جدا. ودي تقليبه حلوه اهم، ودخليها بقى الفرن. انت مش محتاجه ان انت تغطيها، ليه؟ انا عندي الكوارع اساسا مستويه، انا محتاجه انها عارفين كده تقصر وتبقبق وتاخد طعم الفرن وكمان اللون، فانا مش محتاجه ان انا اغطي لان الكوارع عندي اصلا مستويه، تمام. يلا ده ريحتها، انا مهما اقول لكم ريحتها عامله ازاي لازم تجربوا بنفسكم. بس كده كفايه، كم قرن كده على ايه، على الوش.
بلدي يوكل يا جامع، البلدي يوكل. تعالوا بقى ندخل الفرن. زي ما بقول لكم انا بحب الطواجن احطها على اول صاجة من تحت، كاني بسوي في فرن فلاحي على اول، تحتيها النار على طول، وفيها طبعا هي ميه يعني فيها شوربه وفيها صوص كتير طبعا، من حاجه مش هتنشف معايا، بس عارفين هتستوي، هتستوي صح. يلا بس كده، هعمل ايه بقى؟ هروح لفاصل وارجع نعمل احلى فتة كوارع، ونقول ايه الاضافات اللي تتحط على الشوربة قبل ما نشربها وقبل ما نعمل الفتة. بعد الفاصل استنونا.